السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في معهد آيلتس للدراسات والحلول التعليمية. سوف نتحدث في هذا الفيديو الأول من دروس كتابة التقارير ومهارات إعداده وصياغته بالطريقة العملية والعلمية. في هذا الفصل سوف نتحدث عن الأهداف من كتابة التقارير والتعرف على مفهوم التقرير الإداري، وكذلك كيفية توظيف هذه المعارف في الإعداد العملي والعلمي للتقارير. كلمة تقرير أو ريبورت باللغة العربية، تقرير باللغة الإنجليزية ريبورت، هو معناها يحمل إلى، يرجع إلى، أو بمعنى نوافي بمعلومة عن، موجهة لي. هذا لغويا. تعريف العلمي والعملي هو توصية مسوقة في تحرير إداري يهدف منها إرشاد ونصح صاحب القرار أو صانع القرار أو متخذ القرار ليطلع إليها كوثيقة تم إعدادها إعداد جيد لاتخاذ القرار على ضوئها فيما يتعلق بالقضية التي رفع التقرير على أساسها. والتقرير عمليا هو عبارة عن مجموعة من الحقائق الخاصة بمشكلة معينة مترابطة ترابطا، وقد يكون عرضا تحليليا أو عرضا مبسطا مع ذكر اقتراحات وتوصيات ونتائج في آخر التقرير. والتقرير دائما ما يتضمن دراسة مكتملة لمشكلة ما بهدف نقل هذه المشكلة إلى صنع القرار وإعطائه المعلومات المفيدة والمستلخصة من مجمل الحقائق والأفكار مع التوصيات أو الخلاصات. ولذلك يمكن القول بأن التقرير هو عبارة إعلام الغير بأمر من الأمور، تحريك سلوك الآخرين عن طريق الإقناع، عرض نتائج بحث أو دراسة موضوع معين، وإيجاد حلول للمشكلة. قد يكون التقرير كتابي، وقد يكون التقرير شفهي، وقد يكون التقرير رقمي، وقد يكون التقرير فيديو أو ما يسمى بالريبورتاج مرئي مع الصوتي ومؤثرات أخرى. هناك شروط لابد أن يشملها التقرير، وهذه الشروط هي عبارة عن اتفاقات وأعراف وقواعد استند إليها الكثير من مختصي كتابة التقارير في القطاعات الحكومية والخاصة وقطاع المجتمع المدني، لكي يكون التقرير جيد ويكون مخرجاته جيدة. من هذه الشروط الأساسية أن يكون مكتوبا بلغة واضحة، إن لم يكن مطبوعا مثلا فيكون بخط اليد، واضح وسهل القراءة، أن يكون يحمل قضية مهمة يعني تعطي صانع القرار فكرة جديدة ومترابطة ومواكبة للحدث، وأن تكون ملتزمة بزمن معين ومكان أو قضية معينة، أن يقدم للشخص المناسب في الوقت المناسب بالأسلوب المناسب، أن يكون شاملا ومختصرا في نفس الوقت. يمكنك أن تبحث أيضا وتجد هناك شروط أخرى، ولكن احنا أعطينا الشروط الأساسية. من مميزات التقرير الكتابي أن يكون واضح، موجز، موضوعي، يحمل المسؤولية. قد يكون هناك تقرير تحليلي، وقد يكون هناك تقرير معلوماتي، لكن كلا التقارير لابد أن تشمل العناصر الأساسية اللي هي مقدمتي وصلب التقرير وخاتمة التقرير، وسوف نناقش ذلك في المحاضرات القادمة. هناك يمكن أن تقدم التقرير شفهيا، ولكن التقرير الشفهي ينتهي أثره وأهميته بانتقاء اللقاء أو الجلسة اللي تم إلقاء التقرير الشفهي فيها،
ولذلك دائما التقارير المهمة لابد أن تكون تقارير تحريرية أي مكتوبة وموثقة بطريقة يمكن الرجوع إليها في الفترات القادمة. التقرير له أهمية كبيرة في العمل الإداري كونه وسيلة أو كونه وسيلة اتصال فعالة يسهل فهمه واستيعابه، يمكن الاستفادة منه في أغراض أخرى، يغطي كل الجوانب، تكون معلوماته صحيحة. ولذلك نقول إن من خصائص التقرير الجيد أن يكون واضحا ويكون موجزا وكاملا ودقيقا. هناك أساليب كثيرة للاتصال الفعال ولكن أهمها بيكون التقرير. قد يكون المقابلة الشخصية، التقديم العرض، كتابة التقارير، الاجتماعات، الاستقصاءات، الملاحظات إلى آخر ذلك. كل هذه أساليب من أساليب الاتصال في المنشآت الحكومية بين المستويات الإدارية المختلفة الوسطى والعليا والدنيا أو الإشرافية أو ما بين المستويات الإدارية في المستوى الواحد، أي ما بين الإدارة أعضاء الإدارة الوسطى أو أعضاء الإدارة الدنيا الإشرافية أو ما بين الإدارة الوسطى والإدارة العليا، أي قد يكون من أعلى إلى أسفل أو من أسفل إلى أعلى أو أفقيا. المهارات المتطلبة في كتابة التقارير هي القدرة على التفكير المنطقي، أي بمعنى القدرة على التحليل والربط والتحليل الاستقرائي والتحليل الاستنباطي والتحليل بالمحاكاة، القدرة على الاستنتاج والربط بين الأمور، القدرة على التفسير وتبسيط الأفكار والحقائق وربطها مع بعضها، القدرة على التعبير والسياقة والإيجاز واختيار الألفاظ واختيار التعبيرات المناسبة، التمكن من القواعد اللغة والإملاء التي يكتب بها التقرير، وهذه من أهم الأشياء التي لابد أن ينمو بها كاتب التقرير. من الأشياء الهامة الأخرى هو معرفة هدف التقرير، لأنه إذا عرفنا هدف التقرير استطعنا أن نصيغ هذا الهدف في مقدمة التقرير، ومن هنا استطعنا أن ننجز 30% من كتابة التقرير. ولذلك لابد أن نعرف ما هي أهمية وأهداف التقرير. قد تكون أهداف التقرير مرتبطة بفترات التخطيط، قد تكون التقرير مرتبطة بفترات المراقبة لتأدية الأعمال المراقبة، قد تكون الأهداف التقرير مرتبطة بعملية التنظيم أي التوثيق والتسجيل، قد تكون أهداف التقرير لاتصال فعال أي لتبادل المعلومات، قد يكون التقرير لتوفير أي للتوثيق لتوفير معلومات مرجعية. لديكم هذا التدريب، يمكن أن تقوموا به في نهاية الاستماع لهذا المقطع الفيديو الأول من دروس مهارات إعداد التقارير وكتابة الخطابات. نتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.